مشروع الصالة الهجينة في مستشفى الناصرية القلب من المشاريع الصحية المهمة المنفذة في محافظة ذيقار ضمن مشاريع صندوق إعمار ذيقار. وصلت نسبة إنجاز هذه الصالة إلى 100% وبانتظار إدخالها بالخدمة الفعلية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في مجال القلب للمرضى من كافة محافظات العراق الذين يراجعون مستشفى الناصرية القلب. مشروع الصالة الهجينة يعد الأول من نوعه في العراق من المشاريع الطبية المتقدمة والقليلة في الشرق الأوسط. هذه الصالة تتيح للملاكات الطبية إجراء العمليات القسطارية والقلب المفتوح في آن واحد، وهذا تطور كبير في مجال جراحة القلب مما يقلل المخاطر التي قد تحدث في حال إجرائها بشكل منفصل.